طيب نسيب مشوار الدوري ونروح للبطولة الأفريقية، والقرعة كانت طبعا في مركز الكاف أو في الكاف هنا في القاهرة، قرعة أبطال أفريقيا أبطال الدوري. شفت القرعة إزاي والفرق أو مجموعة النادي الأهلي اللي فيها طبعا المريخ السوداني، وبتكلم على سيمبا وبتتكلم على كمان الفريق الثالث، بنتكلم على فيتا كلوب طبعا. يعني شايف المجموعه دي ازاي وفرص النادي الاهلي؟ انا ضد كل الكلام بتاع ان بامانه شديده مش المجموعه مش سهله. طب انت اول ما يعني لا انت لا اكيد شفت يعني شفت القرعه يعني المباريات مش يعني مش صعبه جدا ومش سهله، لان المنافسين برضو عندهم طموح وانت لعبت معاهم، واحنا لينا تجارب مع سيمبا يعني كسبناه هنا وكسبنا هو هناك. مظبوط. وانت تتوقع كسبنا 2-0 صحيح. ماشي. فيتا كلوب مدرب بتاعه يعني مدرب عارف وصديق موسيماني وعارفين بعض وحافظين برضو من الانديه اللي بتنافس مازيمبي، وليه يعني نادي شرس على ملعبه وبرضه يمتلك مجموعه من اللعيبه المميزين. المريخ اللي راجع بعد 3 سنين للمشاركه في دوري الابطال برضه من الانديه الكبيره اللي لها باع في افريقيا ومهم جدا يبقى عنده خاصه المباراه اللي في السودان يعني عاوز اقول لك ايه، لم يعد هناك في الكوره مباراه سهله ومباراه صعبه او مجموعه او البعض يحاول يسوق ان انا في مجموعتي صعبه جدا وقاتله وان انا مش عارف ايه عشان اقول انه التاني بيلعب اي فرق. الكلام ده يا جماعه اللي وصل دول ابطال الدوري في بلادهم مش ابطال كاس مصر، دول ابطال الدوري في كل ده، كل واحد فيهم ممثل يا بطل الدوري يا اما الوصيف يعني واحد واثنين، فدول الاقوى والافضل، دول افضل 16 فريق في افريقيا استطاعوا ان هم يصلوا في البطوله دي. فاعتقد انه الحسابات عمرها ما بتكون بالاسماء، الحسابات بتكون بالمباريات بالتوقيت المباراه، حالتك ايه؟ ممكن يوم المباراه تخسر وتخسر المباراه الثانيه وتخسر المباراه الثالثه وتخرج من البطوله. كل فرقه ما عادش هناك خلاص صغير وكبير في افريقيا، خلاص ده الاسماك الصغيره بتاكل الكبيره دلوقتي. انت عندك المشهد كبيرة. لا المشهد لا مختلف، افريقيا خلاص يعني اتغير بصوره كبيره جدا، واعتقد المستقبل هيقول لك انه في انديه هتاخد بطوله دوري الابطال غير الاهلي والزمالك والوداد والترجي، وفي ناس هتطلع في تطور في اهتمام. لاحظ انه مثلا رئيسه سيمبا سيده، رئيسه فيتا كلوب برضو سيده على فكره ماشي. مريخ يبقى واضح يعني عايز اقول لك ايه يعني برضو دي من الحاجات الجديده ما كانتش موجوده في افريقيا انه السيده ترأس نادي. أيه. دي كلام. فبرضو الناس دي بيبقى عندهم طموح انهم يعملوا حاجه. كمان الانديه دي تبع شركات بترول او شركات في استثمار في شغل في انفاق في يعني ايه الاحساس بانك تصل للعالميه وكاس العالم للانديه، برضو ده طموح بيزيد عند الانديه دي. لكن الحديث عن انه مجموعه فلان سهله ومجموعه فلان صعبه، يا جماعه لا ما بتبقاش الحسابات كده، الحسابات بتبقى انك انت في ادائك في المباراه هل استطعت انك تفوز على الانديه دي؟ الفريق اللي يستطيع انه يفوز ويحقق الفوز خارج ملعبه هم من سيضمن الصعود والتاهل براحه، لكن اذا لم تحقق النتائج ايجابيه خارج ملعبك هتعاني. وفلسفه الفوز خارج الملعب هي دي بتدعم البطل هو اللي بيسعى لها لانه بيبقى عنده طموح ان هو يفوز بالبطوله. اعتقد النادي الاهلي يمكن يعني يمكن بعد غياب طويل من الفوز خارج الارض، لكن فوزه على الوداد في النسخه الماضيه خلاص بقى النادي الاهلي كمان كان افتقدها بعد انت الفتره بالزبط. اللي انت تراك دي يعني بص اثرت وعملت ايه؟ عملت مشكله عند ايه الفتره اللي هي 7 سنين المجموعه الموجوده ما قدرتش تكسر الجزئيه دي. أي. لما كسرتها وبتاع بقى خلاص دلوقتي انت دلوقتي خلاص حطيت رجل وعديت مرحله خلاص كنت ايه حاله من الخوف خلاص بقى عندك ثقه بقى انت شخصيه البطل بدات تتضح، فهيبقى الوضع مختلف. البطوله اللي جايه هتبقى بطوله صعبه جدا نظرا لضيق الوقت والتسارع. برضو دي الوقت انت المشوار مش يعني المسافات مش بعيده، مش بعيده على مباريات سريعه جدا فاوقات يعني ضيقه كمان موسم مرهق منافسات محلية صح. منتخب أندية، فأعتقد الأمر هيبقى مش بقيمة المجموعة بقدر ما قيمة أنك أنت هتستطيع تفوز ولا لا. حتى لو كان ممكن فريق ضعيف أنت شايفه ضعيف في الكورة فيش حاجة اسمها ضعيف ممكن يفاجئك على ملعبه ويخسرك لأنه ظروف المباراة والتحكيم وما تعرفش كرة هنا وكرة هناك. لا المسألة ما بتحسمش بشكل جميع لأن برضو الفرق الموجودة هنا فرق مميزة ويبقى عندها طموح، الفرق في باقي المجموعات هتبقى برضه مميزة وعندها طموح والمفاجآت واردة والنتائج الكبيرة هتبقى واردة برضه.